مشاهدينا الكرام ينطلق هذا الشوط، نحييكم مع اول انطلاقة للشوط الرئيسي للجداع القعادي لاصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من ابناء القبائل. الشوط الذي له طعمه وله ثقله في الميدان. تشاهدون الانطلاق على شاشة التلفزيون بثا مباشرا، وتشاهدون نتمنى السلامة والتوفيق لجميع المشاركين وجميع الركاب وجميع الجماهير في هذا الشوط. الانطلاقة موفقة والحمد لله، والشوط هذا قدمت لسيارة مخصص لسيارة نيسان ستيشن مكيف، واللون أيضا أزرق، اللون أزرق. وكما تشاهدون الانطلاقة ونحن في طريقنا إلى مقدمة هذا الشوط إلى مدرك، ومدرك في هذه اللحظات يدارك عمره ويأخذ المركز الأول بعد أن وصل إلى لائحة الخمسة كيلومتر الأخيرة. مدرك تعود ملكيته لصاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر علي بن قريع المري، بينما نغلع المركز الثاني على ظبيان، وتعود ملكية ظبيان للسيد سعيد بن علي بن لومية لكتبي نقلع المركز الثالث وإلى مفجر، وتعود ملكية مفجر للسيد حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. والدور دور المركز الرابع، دور الخوار في المركز الرابع للسيد عبد الله بن محمد بن طفل المري، والمركز الخامس اللي وصل في هذه اللحظات الخامس ترونه على الكادر الأسفل اللي هو الحجاج، والحجاج تعود ملكيته للسيد علي بن سعيد النابت المري. والمركز السادس دور المركز السادس عجلان، وتعود ملكيته للسيد عتيق بن قريع المري، واللي غير الله يا سلام وفاجأ بصوغان في هذا الشوط صوغان، وتعود ملكيته لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفه ال ثاني المضمر ناصر بن مسفر الشهواني. وانا اعتقد ان هذا صاحب الشوط، صاحب الشوط، وهو ايضا سبق وان فاز بالشوط الرئيسي في سن الجذاع في ارضيه ميدان ند الشباء، وفاز بالسياره الاستيشن في ذلك اليوم. وتشاهدون يشارك ايضا في هذا الشوط، نقل على المركز السابع، نقل على المركز السابع على وافي، وتعود ملكيته للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري، والمركز الثامن في هذه اللحظات عجلان، وتعود ملكية عجلان للسيد عتيق بن حمد بن قريع المري. والمركز التاسع على الخوار الخلاوي، وتعود ملكية الخلاوي للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي، بينما نقلع على المركز العاشر اللي هو مهيض، ومهيض تعود ملكية للسيد سعد بن غريب الشمري. هذه العشر المراكز إلى اللي متقدمة إلى عالم الإذاعة وعالم الإثارة وعالم الحماس. والشوط هذا أيضا أوعدكم أنه بيكون شوط حماس، وشوط له طعم خاص في هذا المساء بالنسبة للقعادين، هذا لنكهة خاصة، نكهة خاصة بالنسبة لأشواط القعادين في هذا المساء. وفي هذه اللحظات نعود إلى مقدمة الشوط، والعود أحمد وإلى مدرك. مدرك لا يزال يدرك، لا يزال يدرك أن هذا الشوط يحتاج للي يتقدم أكثر، يحتاج للي يتقدم أكثر. وبالفعل لا يزال اسم على مسمى، وتعود ملكية مدرك لصاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر العنيد علي بن قريع المري. ويا العنيد وين بتروح عن المرعب؟ المرعب وصل، الله، صوغان في المركز الثاني في هذه اللحظات انتقل نقلة ممتازة من المركز السابع إلى المركز الثاني، وتعود ملكيته لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني المضمر ناصر بن مسفر الشهواني. نقلة على المركز الثالث في هذه اللحظات وإلى الخوار، وتعود ملكية الخوار للسيد عبد الله بن محمد بن طفل المري. نقل على المركز الرابع في هذه اللحظة اللي دخل إلى المركز الرابع وغير على المركز الرابع اللي هو الخلاوي، وتعود ملكية للسيد
راشد بن ناصر الجبر النعيمي، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات أرى اللي في المركز الخامس اللي هو الحجاج، الحجاج وتعود ملكية الحجاج للسيد حمد بن محمد الصعاق المري، واللي دخل على الحجاج اللي دخل عجلان، عجلان تدخل على المركز الخامس للسيد عتيق بن حمد بن قريع المري، وفي المركز السادس تراجع الحجاج للسيد حمد بن محمد الصعاق، والمركز السابع اللي غير شعار بن حباب، شعار بن حباب اللي هو وافي وتعود ملكيته للسيد ناصر بن مبارك الحباب الهاجري، والمركز الثامن اللي هو الفارس وتعود ملكيته للسيد علي بن سعد النابت، وأرى أيضا شعار سيد بريك بن فرج بن هلي اللي تدخل من الجانب الأيمن على المركز التاسع على ظهر مزاح، والمركز العاشر اللي غير في هذه اللحظات اللي هو العاصي وتعود ملكيته لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني المضمر سلطان من ضابط الدوسري. هذه أيضا العشر المراكز للنداء الثاني، ويتبقى كيلوين ومئتين متر تقريبا على الفوز بالنيسان، والأغرب للنيسان لا يزال مدرك لا يزال هو صاحب الكلمة في هذا الشوط، كيلومترين أخيرين ولا يزال مدرك، وتعود ملكيته لصاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر علي بن قريع المري. ولكن هني صوغان في المركز الثاني، وتعود ملكيته لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني المضمر ناصر بن مسفر الشهواني. والله الفطاح للتقوا، الله أوعدكم بمنافسة خطيرة في مقدمة الشوط. نقلع المركز الثالث لنرى الخلاوي في المركز الثالث، وتعود ملكيته للسيد عبد الله راشد بن ناصر الجبر النعيمي، والمركز الخامس الرابع عرفي وافي للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري، وعرف المركز الخامس شعار السيد بريك بن فرج بن هليل المري، وفي المركز السادس اللي غير على المركز السادس في هذه اللحظات نرى اللي غير على المركز السادس اللي هو لا اللي غير على المركز الخامس على المركز السادس حامل الرقم 35 امزاحم للسيد خالد بن احمد. وهذا الامور اشتدت، ونعود الى مقدمة الشوط. الله الله الله، قلت لكم ووعدتكم وهذا انا اوفي بوعدي، الكيلومتر الاخير والكيلومتر الحماس وكيلومتر الاثاره وكيلومتر الذي ليس كمثله كيلومتر، لا من البدايه ولا من الوسط، الكيلومتر الاخير هو الذي ثقيل ما عدا على السبوق. وتشاهدون مدرك بدا يدارك نفسه وابقي قيادة علي بن قريع، والملكية تعود لصاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. الله، ولكن صوغان غير بهذه اللحظات صاحب العوايد على أرضية هذا الميدان وعلى أرضية ميدان أيضا نادي الشباء وعلى جميع أرضيات الميادين، لما له من ثقل في الميدان هذا القعود. وتعود ملكيته لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر ناصر بن مسفر الشهواني، وليس غريبا على هذا الشعار هذا الأداء والأكثر من هذا الأداء، وجماهير صوغان يا ناصر يا بن مسفر يطالبونك بالعرض النهائي، والتحية من مركب صوغان. الله شوفوا الحركات وشوفوا الرقصات واللمسات واللوحات وجميع الأشياء الغريبة يقدمها هذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. تهانينا والناموس على فوز صوغان بهذا الفوز المستحق، وتهانينا أيضا للمضمر ناصر بن مسفر الشهواني، واللي وصل في المركز الثاني اللي هو مدرك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر علي بن قريع المري، والمركز الثالث مهيض للسيد سيف بن قريب الشمري، والمركز الرابع
الخلاوي للسيد راشد بن ناصر الجبر النعيمي، والمركز السادس الخامس وليس السادس مزاحم للسيد خالد احمد السوداني، والمركز السادس وافي للسيد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري، والمركز السابع اللي هو الوافد للسيد علي بن عبد الهادي بن عبده المري، والمركز الثامن جساس الفارس للسيد علي بن سعد النابت، والمركز السادس التاسع وليس السادس اللي هو مزاح للسيد بريك بن فرج مهلي، والمركز العاشر عجلان للسيد عتيق بن حمد بن قريع المري. هذه العشر المراكز الفائزة معنا في هذا الشوط، وهذه لحظات وصول صوغان. ما خاب ظن جماهيرك يا صوغان، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وأيضا موصول التهنئة للمضمر ناصر بن مسفر الشهواني. قطع مسافة 6 كيلومترات صوغان في فترة زمنية وغدرات 9 دقائق و52 ثانية و14 جزء من الثانية.